يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 خلوها عند قوم تذبح الحايل وتلطم كل عايل البداية بالسلام ورحمة الله وبركاته مسعد لو يشب النار بخشوم الفتايل اسمع 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 تالي ايام لزمته لزمة الاعمال شاته الله عند قوم صيتهم معروف ما بين القبائل مرحبا ترحيب روقي مكمل واجباته ابن مسعد يحتزم بالسيف في ظهور الأصايل وانت يا مرهب تموت ولا انت مسوي سواته تبدأ مثل ومد الملايل ما نيب لا يمهل أول ليلة الأسود ما يباته الشك زايل ما نقول الشك زايل بعض خلق الله من قشره محنات حصاته أنت ترسل لك رسائل وإيش مضمون الرسائل أنت ترسل لك رسائل وإيش مضمون الرسائل والمريض اللي تقوله يمكن يفارق حياته Yeah.
البقوم من اول تشوف النجوم مع القوايل ودي اذكرك والرجال يعرف ذكرياته تحسب الذيب ضبيا لو جفل فيه التفاته الحمل كان الحمل مايل كم عاصٍ لا غزاهم فوقه انكسر عصاته حضني يا اللي ما تروح من المسايل ما تخاف الا من اللي فوقها ينفض عباته يوم افكر في الوسائل يستغلك واحد ما غير يفتل في شنباته تصير لعداك شماتة صاحبك يا بسبلايل وانت خلك يا محمد ودع المعلمات
أكبر كم مرينا وسوينا الهوايل. وانت مثل اللي يا بايا الحق لك ان الركب فاته. خلوها والله اني ما تجمل في مضيعة الجمايل. والحصيني ما خدعني لو تزيد مراوغته. كان مريت تربه واجبك يا شينا العمايل. واجبك سيفا يا بن مسعدنا ربيك بشباته.